السلام عليكم أساتذتي الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نتعلم كيفية كتابة جروب كامل من أسئلة Multi Choice Question بالصيغة التي تتعرف عليها منصة كانفاس ومن ثم تحويلها إلى ملف QTI. كما تعلمنا في البدء يجب كتابة كلمة جروب، أوكي، ومن ثم نذهب إلى بداية السطر نكتب واحد دوت ومن ثم سبيس بمقدار فراغ واحد. نقوم الآن بجلب الأسئلة سؤال سؤال ونكتب طبعا أكيد الاختيارات. فإذا لنفرض هاي هي الأسئلة، خلينا نسويهم بحيث نقدر نصير واحد أمام الثاني. هذا سوى السؤال الأول، نسوي له كوبي، وضعناه ها هنا، أوكي، راح أضغط على إنتر. هنا مثل ما تشوفون بالنسبة لنا هسه ايش راح نسوي؟ راح نخلي نبدأ بالاختيارات. فإذا كان الاختيار هسه هنا حسب ما اشوفه أنا خالي الاختيار الأول هو الصحيح، فبالتالي شلون أجي أكتبه؟ راح تنكتب بهاي الصيغة شيفت ومن ثم النجمة، أوكي، بعدها الأي ومن ثم الشيفت ونغلق القوس، اوكي، قوس المغلق، ومن ثم نضغط على سبيس بمقدار وحدة واحدة ومن ثم نكتب الإجابة الصحيحة. بعد هذا نبدأ بكتابة الإجابات البقية الخاطئة، هنكون كتير بي ومن ثم شيفت قوس المغلق شيفت بمقدار وحدة واحدة الإجابة الثانية للسؤال الأول ومن ثم سي القوس المغلق المسافة سبيس بمقدار وحدة واحدة ومن ثم الإجابة الثالثة. الآن نذهب لكتابة السؤال الثاني من مجموعات اللي هي multi choice a question. راح نكتب رقم 2 dot space، نأخذ هسه السؤال الثاني copy، نقوم بوضعه ها هنا enter. نشوف هسه احنا طبعا هي الاجابات حتى راح نخليها بنفس هاي الكيفيه، لان هو البرنامج بشكل عام من حنصعدها للمنصه ونضعها في يعني خلينا نقول بالبانك اوف كويستشن، هو اصلا حيصير راندوم ومن تكون امام الطلاب، ولكن احنا نريد نتعلم شلون حتكون مثلا الاي هي الصحيحه، جزء السي بعدين هي الصحيحه وهكذا. فبالبدايه حخلي انا هسه اول وحده راح تكون خاطئه، فمن اجي اكتب هنا ايش راح يصير؟ اذا A شيفت القوس المغلق سبيس بمقدار وحده واحده ومن ثم كليك ايمن ونخلي السؤال بعدين انتر. ايضا بالنسبه للاجابه الثانيه ايضا حتكون خاطئه، فحتنكتب هاي الصيغه، اوكي، الإجابة الأخيرة اللي هي سي هي الصحيحة، فبالتالي شيفت ومن ثم الستار الموجود فوق رقم 8 ومن ثم نخلي حرف السي ومن ثم شيفت القوس المغلق اللي هو فوق الصفر ومن ثم نضغط على سبيس بمقدار وحدة واحدة وناخذ الإجابة الصحيحة، اوكي. الآن انتر. هسه السؤال الثالث من الجروب 3 بعدين دوت سبيس مقدار وحدة واحدة، نأخذ السؤال الثالث، نفترض هو هذا هو السؤال، نضعها هنا، بعدين الإجابة الصحيحة هي الأولى، فبالتالي من الريد نكتبها ايش راح تصير؟ حصير شيفت ستار موجود فوق 8 ومن ثم الاي ومن ثم الشيفت
القوس المغلق موجود فوق الصفر space بمقدار وحدة واحدة، ومن ثم نلصق الإجابة الصحيحة، وبعدين نكتب بقية الإجابات. أوكي، فنضعها. ومن ثم السي. طبعا مثل ما اتفقنا، يعني يفضل كل مجموعة يكون بها 20 30، شوف انت ايش قد تريد، لان كل مجموعة راح تختص بمجموعة معينة من الاسئلة. سوي مثلا 30، يعني الجروب الاول لنفرض، الجروب الاول ب 30 سؤال كلها ترو اند فولس، الجروب الثاني لنفرض 30 سؤال كلها عبارة عن ملتي تشويس كويستشن، الجروب الثالث لنفرض 30 سؤال اللي هو ملتي انسر كويستشن، الجروب الرابع خلينا نقول مثلا النصيه، الاسئله النصيه ترو، الخامس مثلا ابلود فايل، السادس جروب حسوي مثلا فولت بلانكس الى اخره. شوف ايش كم انت جروب، ايش كد عدد الاسئله اللي تقدر تسويها، بس كل نوع من انواع الاسئله يجب ان يكون على شكل جروب لازم. اوكي، خلينا ناخذ اخر سؤال. لنفرض اني سويت مثلا 30 سؤال وهذا هو الاخير، لنفرض راح ناخذه ايضا، هذا هو لنفرض الاجابه الاولى خاطئه، فراح تكون اي، ومن ثم شيفت قوس المغلق، وراح نخلي مثلا الاجابه هاي الخاطئه ومن بعدها حنخلي الإجابة الصحيحة ها هنا، فإذا شيفت الستار موجود فوق الثمانية حرف البي، ومن ثم القوس المغلق أيضا سبيس بمقدار وحدة واحدة، راح نخلي الإجابة الصحيحة ومن ثم سي. أوكي، نغلقه ونخلي هذا، خلينا نقول السؤال الأخير من المجموعة، وأكيد ورا ما نخلص كتابة الأسئلة شرح نكتب، راح نكتب end underscore group لازم ننهيها. هسا نريد نحولها إلى الصيغة اللي أقدر من خلالها أرفعها إلى موقع الجامعة اللي احنا اتفقنا عليه حتى يتحول إلى صيغة الـ QTI. فأروح على فايل، هقول له Save As Browse، أكيد هو المكان على الديسكتوب، راح نجي هنا نحدد الصيغة اللي هي TXT. أوكي، أضغط على كلمة Save، انتظر شوية راح تنطيني هاي الرسالة، راح نخليها على الأذر، ومن ثم نذهب إلى UTF 8، ندور عليها، هذه هي UTF-8، أحددها أقول لها هسه أوكي. من حروح على الديسكتوب حلقيها هنا، هاي هي، ومن ثم شو راح أسوي؟ أفتح المتصفح براوز هنا، هذا اللي هو الجامعة، راح أخليها دروب، انتظر قليلا. أوكي، حقول له لان هو نالينج على مود طاني التكست، يمكن نفس التسميه القديمه، فراح اقول له حسنا انطاني هسه هذا، حقول له بدء التحميل، اروح الى داونلود، ومن ثم ها هنا اجلب هذا واخلي واحد بصف هنا هكذا، ليش؟ حتى كليك هنا احاول اضللهم اثنيناتهم، اتاكد انه اثنيناتهم مضللين، كليك ايمن، وش راح اقول له؟ اد تو اركيف، انتظر شويه، حقول له زب، وحقول له اوكي. شوفوا نفس الحاله، فلازم ننتبه، لازم ننتبه على اللي صار، هم نفس الحاله اللي صارت، بس خليها افرغ هاي حتى من اجي، فلازم ننتبه لأن من الممكن تصير هاي الحالة بشكل عادي طبيعي، هواي أمور نتيجة النسخة مالتك بها إشكالية إلى آخره، فراح أعيده
راح أعيده وهقول له أوكي من جديد، هقول له جي رجعها. يعني يجوز بالضغط صارت أكو إشكالية، فبالتالي إحنا حتى لا تصير عندنا هاي الإشكالات نعيدها من جديد. أوكي هسه نزل هذا واحد جوا الثاني، نسد هذا نغلقه اللي هو اللي سويناه الوورد، غلقناه. هسه أجي من جديد أظللهم اثنيناتهم كليك، أيضا ها هنا. أوكي هسه هذا الملف أقدر أدزه للجنة الامتحانية لغرض رفعه. شكرا جزيلا لكم.